مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده على الهواء مباشره. وجمعتنا الليله بنفكركم دايما بوجودنا في مكان مميز جدا، نادي ترامب للجولف، صح كده؟ ايوه صح صح صح، سبع حلقات اكيد بتتذكرين يعني. ومن مطعم وين؟ مطعم براهتو. طبعا دائما نحن نذكركم بهذا الشيء عشان اذا انتم حصلتوا فرصه انكم تون حياكم عشان تشوفون يعني مفيده وتسولفون معي شوي. طبعا بس خفيف. طبعا يسعدنا. طبعا يا جماعه الخير، ضيفتنا اليوم هي فنانه متالقه وتعتبر واحده من عمالقه الدراما الخليجيه بشكل عام. شفناها في كثير اعمال ونفس الوقت عندها كثير ادوار، وتنوعت ما بين دور المراهقه والام والامراه الشريره، وفي كل دور نشوفها بطريقه مختلفه. في دور المراهقه نرى اجمل النساء باحاسيس مرهفه، وفي دور الام نشوفها تقدم دور بكل حنيه وامتياز، وفي دور الامراه الشريره نشوفها تقدم الدور بكل قوه وتقتمس الشخصيه بكل امتياز. طبعا ضيفتنا اليوم أيقونة الإمارات الفنانة فاطمة الحسني. أهلا وسهلا يا أستاذة فاطمة. ست فاطمة أهلا وسهلا. مبارك عليك الشهر أول شيء. أنسة قولي. الأنسة الجميلة. أنا والله العظيم لولا يعني إن أنا خايفة نكزعلي كنت أقول أنسة الجميلة القمر اللي مش باين عليها أي حاجة غير الفاطمة الحسني. اليوم مو شريرة حسن. اليوم مو شريرة، لا تخافي. لا اليوم طيبة. أول شيء مبارك عليكم الشهر. أحب أهني طبعا المتابعين وكل اللي يتابعوني سواء من الخليج ولا الوطن العربي، وشكرا على المقدمة والاستضافة الجميلة الرائعة منكم، وهذا المكان الحلو بوجودكم طبعا يحلى. والله انت اللي شرفتينا وانستينا، وجودك اضافه لينا ويعني نجوميتك في الامارات سباكي. وانا عارفه ان رمضان ده فيه ثلاث اعمال وكل الاعمال اهم من بعض، بس يمكن اكتر عمل تقدري تقولي ان هو تعبك ومش عارفه تطلعي منه لحد دلوقتي من الثلاث اعمال الموجودين حاليا على الساحه الرمضانيه. لا هو ما في ولا عمل تعبني. شوفي احنا دائما نقول بعد التعب لما تشوفين الأعمال وبالذات النجاح اللي تلاقينه من المتابعين يروح التعب كله أكيد يعني. بس أنا اللي صار معاي هاي أول مرة في رمضان أشتغل ثلاث أعمال. بس أنت لما قالوا لك عن موضوع الأعمال هذه الثلاثة في رمضان شو قررتي؟ اللي صار مبكي، اللي صار أن المنتج الله يذكره بالخير طبعا الأستاذ سلطان النيادي الله يشفيه وعافيه وجله تحية، مع الأستاذ سعيد السعدي كانوا بيحطوني في أربع أعمال في الإمارات. يعني الجذوع، ريان، بيت القصيد، وعمل بعد رابع والله ما أذكره. قلت لهم مستحيل النون وما يعمل. النون وما يعمل الحين بقول لك شو قصة النون وما يعلمون. صار إن ريان توقف، صار إن الجذوع انشلت منه، قلت الحمد لله. أنا كنت من البداية حابة بيت القصيد. ليش؟ بيت القصيد طبعا الكاتب الاستاذ عبد الله صالح ابو مروان، انا اشتغلت معاه ما اذكر بصراحه في اي سنه بس وايد، يمكن 8 9 سنين اشتغلت معاه مسرحيه اسمها بيت القصيد. وخذيت فيها افضل جائزه دور اول في المسرح. انت تحبين الاعمال التراثيه؟ انا احب الاعمال التراثيه، فكنت اكلم سلطان اقول له شيروني من كل الاعمال الا بيت القصيد. الا بيت القصيد. الا بيت القصيد. يعني انا بحس ان انت موهبه كبيره جدا بس محتاجه لسه تاخدي حقك في التمثيل. انا مش حاسه انه رغم كل الاعمال المميزه اللي عملتيها انك ست فاطمه او فاطمه بقى اسمحي لي لا قولي فاطمه عادي. انك واخده حقك، انت اقوى من كده بكتير. بقول لك شيء، انا خذيت وايد ادوار قويه بس مو في الامارات. بس العام انا خذيت بطوله مطلقه في مسلسل اسمه عالي المقام، كان بطولتي في سما دبي. انا برست بامانه في الكويت، برست في السعوديه، يعني انا عندي عمل في المملكه للحين يذكر اسمه العوعولمه. كان معانا الاستاذ محمد المنصور واستاذ حياة الفهد والاستاذ الفنان الله يرحمه بكر الشدي من المملكه. هذا في سنه 2000 وكانت لي بطوله. الهدامه للكاتب والاديب هيثم بودي، الاستاذ محمد حام الشمري المخرج. وايد ادوار رئيسيه وخذيت، بس كبطوله مطلقه لا. العام
طبعا ما قصر الاستاذ والفنان سعيد السعدي، خذيت بطوله مطلقه. مش متاخره شوي؟ طبعا متاخره، متاخره كثير وبامانه. وانا قلت له واخيرا واخيرا واخيرا. بس انت متخوفه من البطوله هذه انك تاخذي بطوله مطلقه على؟ لا بالعكس. لا طبعا، لا اكيد بالعكس. انا قلت له شكرا والحمد لله انكم انتم قدرتوا مني بعد هالعمر. وعلى فكره معني انا خذيت ادوار وايد رئيسيه وبطوله مع الفنان الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا في مرمر زماني، كان الاخراج استاذ نجده انزور عفوا، واشتغلت بعد داره الايام في الكويت. ليه انت ليه هم متاخرين؟ هل ان انت مثلا مش 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 بتخرجي، بتحبي الوحده، ما بتروحيش المناسبات، مش متشافة على السوشيال ميديا؟ بلا بالعكس بالعكس، مش بتجاملي زي بقية الآخرين؟ لما فكرت فيها بعد هالوقت وعلى قولتكم التأخير، لقيت أن في وايد من الممثلات، احنا بتكلم عن العنصر النسائي طبعا، خذوا أدوار بطولة بس ما لهم صيت، اللي هم فاشينيستات عكيم ما قلت انت صرحتي. يعني في ممثلات أخذوا دور البطولة بس ما لهم أعمال تذكر. ما هو عشان كده أنا لما أيوة. بقى عندي بطلة ونجمة وحضور طاغي فيك يا فاطمة، أنا لازم صح. أغير وأقول أيوة، ما أنت إحنا عندنا نجمة قوية اللي تقدر إن هي تقف في أعمال زي كده وتقدم أعمال كده. ممكن تبقى غيرة؟ ممكن غيرة، ممكن حسد. بس بقول لك أنا ما نوم اللي برا، أنا المفروض هم منتجينا اللي في اللي يعني عيال البلد المفروض يقدرون. وأنا دائما أقول، وأنا عندي الصراحة فوق كل شيء وفي كل لقاء دائما أقول الفنان الإماراتي المحلي جدا مظلوم، سواء كان من العنصر النسائي أو الرجال. مظلوم في إيه طيب قولين؟ مظلوم يعني شوفي، إحنا مثلا لما يصير عندنا مسرح، يعني شوفي إحنا عندنا مسرح الشباب، مسرح الطفل، مهرجان أيام الشارقة المسرحي، ما تحصين ممثل فاضي. بس تعالوا يشتغلون دراما، أغلب ممثلين قاعدين، أغلب ممثلات قاعدين. يعني مظلومين في الأعمال الدرامية، ما أقول في المسرح، في الأعمال الدرامية العنصر النسائي وايد وايد مظلوم عندنا. يعني فنانات الإمارات، احنا بنبعت تحية لكل فنانات الإمارات، بس احنا مش نسكت على كده. احنا انت جاهزة تلعبي معنا بس الأول في جامعتنا الليلة؟ على فكرة انا اللي يافني اكثر شيء اللعب. زين انت تعرفين المبدأ، هو المبدأ شو؟ ان نحن بنسمعك جزء من رسالة، الجزء الثاني من الرسالة موجود في الصندوق، وانت لازم تجاوبي على الأسئلة اللي بنعطيك اياها. الجواب فيه رقم، أوكي. في كل سؤال بالجواب في رقم، فبنجمع الأرقام ونفتح الصندوق. ونفتح صندوق. تسمعي الأول أول جزء من الرسالة يلا. ونشوف من مين. نسمع الجزء الأولين. مرحبا يا فطيم، كيف الحال؟ رمضان كريم عليك وعلى الأسرة الكريمة وأسرة قناة الظفرة وبرنامج جمعتنا الليلة. و أنا عندي سؤال. مبدئياً دي اسم دلعك فطيم. فطيم، تعرفتي مين الصوت؟ طبعاً الدكتور والفنان والمنتج، أوجه له تحية كبيرة أبو يوسف، الأستاذ حبيب غلوم. حبيب غلوم، هل العلاقة واضح إن العلاقة فيها أسرية، فيها صداقة، فيها معزة؟ اشتغلت معه. أنا المفروض كان أشتغل معه العام، بس أولت العام عفوا، يعني أول ما بدأت الجائحة ما عرفت سنة، وانحجرت من الكويت على أبوظبي في الشهد المر أعتقد العمل كان، ما صار لي نصيب. بس اشتغلت معه العام الزقوم، مسلسل الزقوم، وتصور في البحرين مع المخرج الأستاذ أحمد المقلة. طب تفتكري السؤال إيه؟ تفتكري هيبقى عايز يسألك إيه؟ ممكن. خايفة من السؤال ولا خايفة؟ أنت فيك فضول؟ لا فيني فضول أكيد. طيب وبجاوب. خليني عشان توصلي إن إحنا نفتح الصندوق وناخد الجزء الثاني من الرسالة، عايزينك تجاوبي على أول سؤال. أوكي. كنت في تشرف في مسلسل اتعرض في 2020 بيحمل رقم المسلسل 2020 كم عمل؟ 2020 شو هو؟ ضيفة شرف في 2020. فعمل في رقم، في رقم. باسمه في رقم ده، ومن ضمن الأرقام رقم أنت بتؤمني بيه إن هو حظ ليكي؟ سبعة. يبقى المسلسل اسمه إيه؟ رقم الحظ.
كنت راعية فان. كنت اشوف الفان صح، كنت ضيفة شرف صح صح. بس الحلقة هي ضربت ترند على فكرة. ليه بقى؟ لان ما ادري كيف سويتها، اي عند مجموعة من الشباب هي كذابة طبعا، تفتح فال تقط الفال الودع وتقول اي كلام ولا هي عارفة اي حاجة في اي حاجة. اي صح، رقم الحظ كان معاها يا عبد السلام الفنانة. من ضمن ارقامي كمان الحظ 7. ده ليه؟ احب 7، احب أيوة. 1، احب 4، ما اعرف. احكي لي ايه الكونكشن؟ 1 طبعا لان احنا دائما سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، المكتوم الله يحفظه ويطول بعمره، امين. يقول احنا دائما الرقم 1 عشان تي احب رقم 1. 4 احبه عشان عيال اخوي. اي بقى مين ومين ومين؟ عيال اخوي مواليد شهر 4، احبهم لان هاديات، فشفت ان شهر 4 وايد حلو فشي احب رقم 4. بس انت الان تختاري رقم 1. هم الاثنين هو كم ولد وبنت؟ هو عنده بسم الله عليه عنده بنتين وولد، والثلاثة اتولدوا في شهر 4؟ البنتين سبحان الله. انت بتحبي البنات على فكرة شكلك كده، عشان كده شهر 4. طب و7؟ 7 كذي احب اتفائل فيه، يعني ما في اي علامة النصر عموما. اي فربنا ينصرك دايما دايما ان شاء الله حبيبتي، اجمعين يا رب. زين، مسرحية كوميدية انعرضت في 2021 على مسرح مسرح الثقافي، مركز الثقافي. شو اسم المسرحية؟ برضو فيها رقم، بعد فيها رقم موديل 90. برافو عليك، هناخد صفر. يبقى احنا كده 7-0. 7-0 حاليا. موديل انت بتحبي تمثلي على المسرح؟ يعني انت المسرح بالنسبه لك؟ شفنا لك مو كثير على المسرح. اي اكثر شيء متعب هو؟ لا هو مو متعب، هو التزام. انا عندي المسرح يعني بامانه مقدس، لان بالذات اذا كان في مهرجان بس حق الجماهيري لا اشتغل. يعني انا كل سنه، انتوا زين حصلتوني السنه، انا كل سنه مشاركه مع مسرح كلبه. انت قلتي في اول مسرح لما قالوا لك ان في ناس بيتابعونك لايف خفتي وشردتي؟ شرد. مسرح دبي الشعبي، ما اذكر اي مسرحيه، يمكن حنظله. اوكي. كانت للمخرج عبد الإله اعتقد، وخفتي توفي على المسرح؟ اقول لك سويت برافو، بعدين طلعت ما عرفت ومشيتي. مشيت وبعدين تبرقتي. تصوير تصوير. قلت هذا شو يسوون؟ شو يسوون؟ كل يوم كل يوم. طب كل يوم ازاي رجعتي؟ اخذتي قرار بانك ترجعي ازاي؟ ما خفتيش او يعني شلتي الخوف من قلبك؟ لا طبعا. يعني شوفي انا عندي الفنان لازم يخوض ولازم يتعب ولازم عشان يوصل اللي راده. انا تعبت في الدراما، قلت لازم اتعب في المسرح. كنت في البدايه جماهيري بس بعدين شاركت في المهرجان. بس ما تتخيلين وانا في الكواليس اشرب ماي ومش قادره. طيب ايه جمهور لايف يعني صعبة. كم مرحلة زمنية تطرق ليها مسلسل الزقوم اللي اتعرض السنة اللي فاتت؟ كم مرحلة زمنية؟ يعني هو كان في 3 مراحل. ايه اوكي. 3 مراحل هي 3 مراحل. يعني مثلا خلينا نقول على سبيل المثال، خلينا نقول مثلا كان هو كان القديم. انت الحين قلتي 3 مراحل. قلتي هو اكد على الاجابه. 3 مراحل هم 3 مراحل بس انا بعدني فايزه. طب ماشي انت فايزه، قولي لنا 3 مراحل ايه. انا في القديم ما كنت موجوده على فكره. اوكي. هي الاحداث ان يكونون صغار الاربعينات، في الاربعينات وبعدين يوصلون اعتقد للسبعين وبعدين للألفية الجديدة. للألفية. طيب يلا يلا عندك 3. يبقى كده 3. اوكي. تدرين ان في فاطمة الحسني مشهورة غيرك؟ صدق انا والله في سمعت في المنتخب تلعب في المنتخب هي؟ لا ايوه. فاطمة الحسني لعب المنتخب الوطني لألعاب القوة، شاركت العام الماضي في دورة الألعاب الخليجية التي أقيمت في الكويت وفازت بميدالية ذهبية. شو رقم الدورة كان؟ ما تابع عشان شو الحين بايزيد. ما علينا، احنا بنحاول نساعدك. 3؟ 3 علي شنو؟ برافو عليك يا فتوبة فتوبة. طب كده احنا كده جاهزين ان احنا نسمع الجزء الثاني من الرسالة. اوكي. كندي يلا. ممكن نروح نجيب الرسالة والارقام اللي هتفتحها 7-0-3-3. يلا يلا نشوف الجزء الثاني. حصلت رسالة جاهزة ولا لا؟ جاهزة يلا.
زين يلا بسم الله شغل شغل نسمع جزء تاني يلا. وسؤالي هو عن نوعية الأعمال اللي قدمتيها خلال الفترة السابقة. في يوم من الأيام أنا اتصلت فيك باركت لك على عمل عظيم تم تقديمه بعنوان الهدامة، وكانت معك زوجتي هيفاء حسين، ومثل ما قلت لها قلت لك لأنك تعزين علي وانت عارفة ايش كثر، وأخته عزيزة، أنه يا فطيم من اليوم ورايح لا تقدمين أي عمل بعد هذا العمل الكبير وهذا الدور الكبير، وانت وافقتيني الرأي. فسؤالي، هل التزمت فاطمة الحوسني في اختياراتها من ذاك اليوم لليوم؟ أنا يعني عندي الجواب لكن أبغيك أنت تجاوبين، ولو التزمتي خير وبركة، لو ما التزمتي هل السبب يعود إلى الحاجة المادية من وراء تقديم أعمال قد لا تقدم في مسيرة فاطمة الحوسني شيء، أو أنه هناك سبب آخر؟ واضح واضح جدا ان السؤال هو لوحده ليه معنى. انت صح، انت انا توني ذكرتها، قلت لك الهدامه. فعلا انا من بعد الهدامه انا وقلت بعد ان ابراز يعني الاعمال اللي برزت فيها كلها من الكويت. يعني ساهر الليل، الهدامه، هل انهم فاهمينك، فاهمين خطك في التمثيل، القصص يعني اشمعنى الكويت؟ ما أدري، يمكن ملامحي، وبعدين أنا الوحيدة ترى يمكن من الإمارات اللي أتكلم اللهجة الكويتية والسعودية. بعد تتكلم وبعد السعودية. أي فيمكن الشكل يعني السن العمر وكذي. وفعلا أنا من بعد الهدامة عملتي كم عمل مش راضي عنه، قمت قمت أختار الأعمال. وسبحان الله ترى أنا حتى أولت العام أو أول ما بدت الجائحة يمكن السنة الثانية انعرضت علي 3 أعمال في الكويت ما رحت. وفي عمل أنا حابة أتكلم بس إذا بتعطوني من الوقت، في عمل أنا شاركت فيه اسمه محمد علي رود، لاقى نجاح كبير، كان الأستاذ مناف عبدال إخراجه. السنة الثانية نفس الشركة سووا عمل اسمه الناموس، وأنا كنت أصور عمل اسمه الروح والرية مع المخرج الأستاذ منير الزعبي. وأنا هناك في الكويت رغم أن الظروف والجائحة وحضر وكذي وهذا، بس من حبي للفن طبعا ضغط على نفسي واشتغلتي واشتغلته ولاقى نجاح كبير. الروح فيا للحين اتيني كومنتات. ايه العمل اللي انت تقدري تردي عليه بمنتهى الامانه تقولي له انا ده كان عمل نص نص بالمصري زي ما بيقول؟ ما عندي يعني ولا عشان خاطر الحاجه الماديه ابدا. لا والله ابدا ما عملتيش حاجه نص نص. شوفي الناموس انا قعدت مع المؤلف والله وبامانه يعني، امها مني حتى لو الخبر ويا ريت ينداع ويا ريت يتسجل وينشر. قعدت معاه قلت له ليش ما تسوي فكره جديده؟ قال لي ايش هي؟ قلت له ليش ما تخلي اماراتيه متزوجه كويتي وخلني البس الستايل الاماراتي وتتكلم بين الكويتي والاماراتي؟ انا اول وحده استلمت النص، انا اول وحده وقعت العقد. المهم عشان ما اطول رجعت الامارات يمكن السبت او الاحد، الاثنين يعني اتصال منهم، شوفي المفاجاه يعني ايه بقى، قالوا لي نعتذر، وانا كنت رافضه كل الاعمال، قالوا لي نعتذر لان وجهه نظر المخرج انه يشوفك كبيره على الفنان القدير جاسم النبهان. بس ده عذر غريبه. قلت له على العموم، طبعا قلت له على العموم شكرا والله يوفقكم وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال لي لا تغلطين او لا تسبين. قلت له اي مظلوم بيقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ ده حسب ده هو ده أيوة. حسب ربنا هو حسب. قلت له هذا مذكور واذا انتم ناس مثقفين وعارفين. راحت الأيام ويت أنا شاركت في عمل اسمه النون وما يعلمون، معانا الممثلة اللي خذت دورهم شو اسمه الدور عفوا دوري. فقاعدين نسولف أنا والزملاء، كنا نصور في المستشفى نتكلموا مع بعض نتكلم إنه كذا صار وكذا كذا، وسبحان الله الممثلة واقفة. أنت تلومينها هي ولا تلومين؟ لا هي واقفة تسمع، هي واقفة بتسمع تسمع. إحنا يعني شو اسمه تعرف سالفة، تجيب سالفة نتكلم شوية عن البيت عن العيال عن المسلسلات. جبنا طاري العمل هذا، لفت علي قالت لي والله، قالت لي على فكرة أنا
قلت لهم ان هذا دور فاطمه قالوا لها ان نتصل في فاطمه وغالق التليفون. طف ممكن اسال هنا، انا عارفه ان احنا لازم نروح للعبه الثانيه بس داي هيستوقفني ليه يا فاطمه؟ ما ليه يعني شالوكي من الدور؟ ما اعرف بس خيره اخيره طبعا بس خيرة. ده برضو يعتبر نفسية، احنا ممكن نقولها بالمصري نفسية طبعاً. يعني طبعا انا يعني بامانه واقولها على الهواء نفسيتي 3-4 ايام انا ما اكلم حد لان وقفت كل اعمالي، وتعرفين كان موسم رمضان. ربك قدرة قادر، قلت ليش انا مسويه في نفسي كذي؟ يمكن خيره لي، يمكن يصير شيء، ابعد عن عيالي، يمكن اروح ما ارجع. صح. والله العظيم حطيت راسي على المخده، قلت يا رب انت وايد تحبني، يعني شوفي ما شكيت لحد همي، يعني خاطبت رب العالمين قلت له يا رب انت تحبني والله، يعني شيء اقول انت تحبني، لو ما تحبني انت ما وقفتني. يومين والله جبت الماكيرات والكوفيرات عندي واسوي اظافري وانا قاعده، جاني عمل. قال لك العمل بسم الله ما شاء الله وربنا كرمك. وبعد المهم انه يعني عمل واتفقت ورحت حجزت، المفروض الاحد طيارتي، السبت تسكر مطار الكويت، وقلت بعد خيره وبعدها بيومين يعني عمل في الامارات مع الفنان احمد الجسمي مسلسل اسمه اللي نحبهم، وخذيت فيه افضل ممثله. شوفي يبقى ربنا كان محوش لك عشان تاخدي افضل ممثله في بلدك. وعمل كوميدي خفيف كان معي مروان وكان معي استاذ احمد. احنا مش هنطلع عليك تلعبي على فكره، كانت معي نشوه مصطفى نشوه سكر، تحياتنا لنشوه مصطفى. جاهزه اللعبه الثانيه؟ اللعبه الثانيه النظاره المعكوسه. سمعتي عنها؟ هذه ما اعرف شو سالفتها، شفتيها قبل كي حالا لبسها. انا هشوفكم كلكم مقلوبين صح؟ ايوه عليك نور. وهنعمل لك حاجه بقى زين الحين. صحتي البسها؟ ايوه صحتي شيشه قاعد اعلمها مالك. انا بحاول اتعلم صحتي. ايوه علموني امارات اللغه حلوه. اوكي زين. اوكي زين زين زين. انت الحين انت الحين وينك انت؟ نحن بنكتب لك شيء على الصبوره. ايه انا شفت هاي وحد يكتب ما ادري شو. انزين وانت نبغاك بس تقرينها، بس تقرينها. اوكي ان شاء الله ما اقرا غلط، يا رب ما يجيب العيد. الموضوع عندك. يا ربعي يا ربعي. اقري الحب. الله. طب ايه ده؟ ايه ده؟ هو صح؟ صح؟ الحب 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 في حياتك عامل ازاي؟ ما احب والله للاسف. ليه؟ احب عيالي، احب اهلي، احب شغلي. حاسه انك كبرتي عليه ولا ايه؟ لا والله. امال ايه؟ بس ما اروح حاسه ان الحياه تسرقك. شوفي بقول لك شيء والله العظيم، شوفي انا صريحه، يمكن ما راح تحصين اي فنانه صريحه كثري. انا ما اروح ابحث، ما ابحث، لا ابحث عن حب ولا ابحث عن عمل ولا ابحث عن اي شيء. كل شيء اي اقول اللي الله كاتبه بيجيني لين عندي. بس ال- ال- الحب لو احنا ما اهناش نفسنا ليه ساعات يا فاطمه الشغل والمسؤوليات هتاخدنا. طبعا اكيد هتاخد مننا الحياه. بس هي عندها حب العمل، حب العيال. يعني انا يمكن وقتي كله في البيت عمل وكذي، والله يعني ما عندي اي وقت فرق. بس اقول اذا في حب اهلا وسهلا فيه، بس انا قصدي ما اروح ابحث، ما ادور. لكن هو اللي يجي بما يعني كده اللي من الله حيالله. اتخض يا فاطمه بالمصري كده. اللي اتخض يا فاطمه اللي من الله حيالله. اختار لها مش كده. عايزه اتخض والله. لا تتخض يعني 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 يجي لك حد فجاه. اوكي انا عندي الله يسمع منك. ها يا لا تشوفين. حاضر. هي عشان تحبني قاعد تكتب لي كلمات. والله العظيم انا قلت انا اللي حسيتك عارفه مش عارفه لما قالوا لي اكتبي كلمه حسيت ان انت محتاجه اكلمك في الحته دي. حياتي يلا لا تشوفين خليها هي تقرا. تشوفين طب ما تشوفين. يلا يلا حرام عليك. لا. مش ما اشوف ترى يعني هاتوا شي شويه. اوكي لا شي هاتي شوي شي. ايوه شي. ايه ها يا لحظة شنو الحين اصبروا خلوني اشوف ترى انا شوية نزلوا تحت ترى انا ما اشوف اسوي ايوه اوكي خليك انا بشوف بعد ما اشوف ترى انتوا ترفعونا شليها وشوفيها شليها وشوفيها طب خذيها لا خلاص شليها وشوفيها اصلا حوليت يا بختي فيكم والله بغيت اقول قلت اخاف يا بختي فيكم يا بختنا فيكي اسمحي لنا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل اللعب يلا We'll be right back.
وبنرجع لكم مرة تانية ولمتنا الليلة واللعبة اللي موجودة معانا النهاردة يا فاطمة هو ألبوم الصور. في 5 صور موجودين داخل الألبوم دي نسترجع الذكريات فيه يخصوكي انت، اختاري لنا منهم صورة وكلمينا عنها. اهو انا فتحتها لك من اولها عشان ما تتعبيش نفسك. اذا تبون نتكلم عنهم بتكلم عنهم. لا خدي وقتك عقبال ما كنتي تبون صورة واحدة. شوفي عايزه ايه اليوم عندنا خبيث. احنا ايه الصور هتطلع حالا ايه. زين اذا بتكلم عن صوره رقم 3 اول شيء 3 خلونا نطلع الصور ونشوف رقم 3 هي هتطلع لوحدها. اوكي طلعوا لنا الصور وهي اختارت رقم 3 ان شاء الله تكون اختي قاعده بس. سمين حبيبتي البارحه اكلم ربعي اقول لهم انا رقم 3 دول مين القطاقيت اللي لابسين اماراتي محركات وعاملين بني وعاملين شعرهم هم الاثنين زي دول مين دول يا فاطمه؟ توأم حق اختي احفاد اختي بس انا دائما اسميهم توأم روحي بامانه. هذيلي احفاد اختي. احفاد اختك يعني اولاد اختي ابنها اختي اصغر مني اولاد ابنها بنتها اولاد بنتها ايه واساميهم ايه بقى الامامير دول؟ سلامه وشيخه. سلامة وشيخة إيه؟ طب أنا 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 عايزة أعرف إيه السر اللي بيجمعك بين البنات يا حب البنات ودول أحفادك وإنتي بتحبي البنات؟ أنا أحب الأطفال بشكل عام. هذه بنت أختي بعد ما جابت الولدين تمت فترة يعني كبيرة على ما جابت هذول التوم هذول التوم. آه حبايبي عشان إيه؟ كده بتحبيهم إيه؟ واحدة منهم تشبهني واحنا دائما بعد وتشبه الوالده الله يرحمها الله يرحمها يعني واحده جايه من صوبنا واحده جايه من صوب ابوها. طب قولي لي بيدلعوكي بينادوكي بحاجه معينه؟ لا لا هم صغار بس دائما لما اروح اقول حق بنت اختي اقول لها دائما خليهم يشوفوني انا من النوع اللي احب الضحك اقول لها دائما افتحي التلفزيون افتحي دائما خليهم يبقوا عشان ما يشوفوني عشان لما اجي بعد فتره ايون عندي ما يبقوا يعني ما يون انت تعرفين اليهال اذا عقب فتره ما يشوفون اي حد خلاص ما يونه صح. فالحمد لله اخر مره رحت من قبل رمضان الحمد لله. احبهم احبهم. انا يعني شفت لك مره حوار كنت متاثره فيه جدا لما اتذكر اهلك. إيه؟ معنى كده ان انا ونهضه بشوف كنتي بتضحكي. اولا شكرا على هالسؤال انا كنت محتاجه اوضح. الناس كثير افتكروا ان 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 انتي مقاطعه اهلك. إيه؟ ان انتي اشتغلتي واهلك مش موافقين. إيه إيه إيه؟ انا نفسي انا جايه وانا اقول ايه اسالها ولا ما اسالهاش. لا فممكن تشرحي لنا. اول شيء شكرا على هذا السؤال الله يخليك والحمد لله انك ذكرتيني فيه. يا جماعه انا بحكم الظروف اني انا عايشه بروحي وتعرفون الحين الحياة ما عادت مثل قبل صح. مو بس الإخوان يعني حتى الحين تلاقون الولد بروحه في بيته مع زوجته بالذات مع العيال يلهون وسفر. بالعكس أنا أحب إخواني مش معناته أني أنا بكيت أني أنا في مشاكل ولا بالعكس أنت تحبين الجماعات أنا من النوع أحب أهلي يعني الله يرحمها الوالدة لما كانت موجودة كنا كل جمعة عندها لازم وأنت تعرف العادات أيه أدري. بس الحين لا الحين خفينا يعني مو مثل قبل. ودي يعني انا يوم صحت يوم قالوا ودي ان نرد نفس قبل نفس ما كانت الوالده موجوده بس الحمد لله في تواصل. انت عارفه ان انا زي كده انا نقطه ضعفي اهلي وانا احب اهلي جدا واحب لمتهم أيه ويمكن حلو. انا يمكن هنا في غربه ولكن اكتر حاجه فرق معايا اهلي. لا عشان كده حاسه مش في غربه لا انت معانا لا طبعا يعني انا في الامارات بلدي الثانيه لكن اصلا بعيده عن اهلي اي اي صح. فانا حاسه باحاسيسك انك طول الوقت بتفكري فيهم كل يوم بتقولي مشتاقه ومشتاقه مشتاقه مشتاقه بس طبعا الامارات ربنا يخليهم كل اصحابي الاماراتيه مش مخليني عايزه حاجه موجوده انا هنا تعرفت على اخت جديده لا انت موجوده موجوده لا فكويس انك انت وضحتي اي لا لا الحمد لله لا الحمد لله ما في اي مشاكل بالعكس وحتى قبل اي على فكره كلمت اختي وكلمت بنت اختي قلت لها ترى بناتك في صورة مشهورات قالت كيف قالت هو شايلين رسيفر بروح اي واحد يسوي رسيفر قلت لها اليوم بيطلعون في التلفزيون شيخه وسلامه حبيبتي الله يخليهم لك ان شاء الله. اختاري لنا ايه ثاني صوره ايه ثاني صوره رقم واحد واحد خلينا نشوف صوره رقم واحد دي اول دور ليكي صح هذا هذا بعد الغزو اول اول عمل لي في الكويت بيت تسكنه سمره بيت تسكنه سمره ده كسر الدنيا ده اي كان العمل من 15 حلقه ترى يعني ما كان 30 حلقه كان اخراج الاستاذ المرحوم عبد العزيز المنصور اخترتي لي
بقول لك ليش. بس كيف كان العمل كأول عمل؟ ترى هني أنا رايحة المفروض أصور 15 حلقة أسبوعين شهر، أنا قعدت شهرين عشان العمل. ياه. إيه. كيف أتقنت اللهجة الكويتية؟ طبعا هي مو وايد يعني تقولين مثلا أنها يعني صعبة، مو هي مش صعبة، بس في بعض الكلمات مخارج الحروف، إيه مخارج الحروف تكون يعني مثلا إحنا نقول أنا هم يقولون أنا أنا، فأنا لما كنت أقول أنا كان يوقفني لا أنا زين مرات ما فابتديتي تربطي كل حاجة بتعمليها بالمصحح اللي موجود معاكي فحفظتي له، فكان يوقفني وكنت لما أخلص المشهد وقت البريك الفنانة حياة يعني في هذيك الأيام منو ما يتمنى يوقف مع الأستاذة أم سوزان، فعندي مشهد معاها وإحنا واقفين نبغي نفتح الكبد فأتكلم يتني بعدين لمتني ما شاء الله، وهذا الدرس اللي أنا خذيته منها الحين مع الجيل الجديد ليتني لمتني قالت لي اعتبريني أمك في التصوير، في التصوير عشان يعني عشان تشيل مني المستحى والخجل اي والخجل يعني فعلا لميتها وحسيت ان فيها كميه حنان بامانه، ومن بعدها خلاص طار الخوف فقمت وقت البريك شو اسوي الناس ياكلون انا اقعد فوق اصيح تصوتي تصيح يعني تبكي تصيح عندنا بالمصر وش يا لهوي صيح تعيطي من كتر الكلام ما كان، لأن كنت مصرة وعندي إصرار أني أنا لازم تنجح أنجح. كنت خايفة؟ خايفة. طب أنت كنت متوقعة النجاح اللي عمله ده عمل ده علامة في تاريخك؟ أيوة بس كان هذا أعتقد أول هو اختيارك للشخصية لا والدور صعب أن الدور صعبة. مش يعني صور يعني دور بنت عادي دور قوي دور دكتورة وبنتها الكبيرة، بس أنت يعني هم اختيارك للدور بغض النظر عن لهجتك بشكل عام ما ركزوا على اللهجة ركزوا على تمثيلك أكثر شيء، بس علموها اللهجة وهي بتمثل. العمل كويتي ولازم أتكلم كويتي، لازم تتكلم، وهذا العمل على فكرة كان أول عمل حق تلفزيون الكويت ما كان إنتاج خاص إنتاج تلفزيون حكومة الدولة هم شخصيا من التلفزيون كلموني وقالوا لي عندك عمل إنتاج التلفزيون كذا كذا مع الأستاذة حياة الفهد، طبعا أنا طرت اي بس الحلو انه كان في المرحوم عبد العزيز كان هادي يعني ما كان عصبي والكل كان واقف معاي، وانت عملتي فيه اسم كبير الحمد لله الحمد لله. تعالي نطلع فاصل ونرجع نكمل اللعبه بتاعتنا، واللعبه المره دي استعدي انك تبقي انت المخرجه يلا رجعنا لكم مشاهدينا طبعا مع احلى فقره بالنسبه لي اللي هي فقره الكاستنج، ما اعرف مفيده اذا انت تحبين هالفقره انا احبها وايد. اليوم مخرجتنا هي فاطمه الحسن، انت بتختاري انا وانا ما احب انت ما بتحبيهاش. طب انا اسهلها لك، بصي لا خلاص انا عارفه اللعبه هو الفيلم اكسباندبلز اي عارفه، وروحي اعملي لنا قومي بقى بس ثانيه قبل ما تقومي ريحي هنشوف حته منه الاول وعشان برضو تفتكري وتشوفي منه حته وبعدين تعملي بقى الاخراج. سيلفستر ايوه سيلفستر وارنولد وميل جيبسون اوكي جيبسون. انا نشوف حته من فيلم اوكي انت شكلك تحبين الاكشن احب سيلفستر ستالون انا اصلا بالضبط يلا استاذه فاطمه قومي اعملي لنا كاستنج يا مخرجه اوكي الله يستر حلوه العبايه بتاعتك والاسود يليق بك يا صديقتي اتفضلي والله حلو كتير يلا ايوه ورينا وشك كده وانت بتعملي بتاع برده الكاميرا تبقى جايباكي ها سيلفستر تحتي
محمد صلاح حسني. اوكي سيلفستر هني هنا سيلفستر هناك ايوه. محمد صلاح حسني وامير كراره وعمرو يوسف، تختاري منهم مين؟ مين يعمل الدور بتاعه؟ مين يعمل الدور بتاع سيلفستر؟ شيلي بس البتاع اللي تختاريه وحطيه تحت سيلفستر. ها احمد صلاح. امير كراره. امير كراره شيلي. شيليها ولزقيها فوق. اشيل تنشال كيف؟ يا رب تنشيل على الطول. اوكي مغناطيس. مغناطيس شيلي تمام. ايوه كده حلو كتير. طيب مين ارنولد؟ طب وليه مش محمد صلاح حسني؟ تعرفي محمد صلاح حسني يا فاطمه؟ هو هم شوفي هم الاثنين عشان شي فكرت بس ده لا طبعا ما على اساس انه هو ابيضان يا عمرو. اي عمر لا هذا ممكن يعني بس انا اشوف هذا وايد على اساس الوي. امير كرار زين. طيب ارنولد مين هيبقى موجود معانا؟ كندي خليك معايا. في عمرو دياب وعمرو دياب ومحمد رمضان. مين يمثل دور ارنولد؟ انا اشوف محمد صراحه. وانا اشوف محمد رمضان. اي ممكن. اي محمد رمضان. عمرو ملهوش قوي في يعني اكشن. عمري ما شفت عمرو اكشن. تخيل عمري ما شفت عمرو دياب اكشن. يلا ميل جيبسون عاد. هذا ميل جيبسون هذا الوحش تشوفين منه؟ ظافر عابدين ولا مصطفى الشعبان ولا مهيار خضور ولا مهيار؟ ما شاء الله كلهم صراحه. تحبي مين؟ والله انا احب هذا بس وهذا يعني هذا مصطفى شعب. هاي تخدتي مين؟ ظافر. ظافر عابدين ماشي. يلا بالتوفيق فيلم جديد. طب تعالي اقعدي معانا. حلو الفيلم يعني. شكلكم مسوين شيء ما ادري. والله انت كمخرجه ليكي رؤيه يعني تعطوني 7/10؟ يعني 7/10 كأول فيلم. كأول فيلم 7/10 زين. ايه بزين الحمد لله. طب بما ان احنا بنتكلم عن الافلام فينك من السينما؟ ايه يا فاطمه؟ انت كل شويه ما بسالك. فين السينما؟ ما شفنا فيها وايد. والله شوفي كل ما يصير اني انا نفس المسرح، كل ما يصير اني انا بصور فيلم اصور مسلسل اصور فيلم. يعني انا المفروض كان عندي فيلم في شهر 10 مع الاستاذ الفنان علي جمال. ها ما صارت ظروف. في فيلم انعرض علي جميل وحبيت القصه وشخصيتين ما في سبونسر. في فيلم سويته يعني حظك مو حلو ولا انت ما تقبلين؟ لا انا القصه اللي انعرضت علي كانت من مخرج سعود الشحي ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه. يعني مخرج والكتابه ويختار وينتقي بس وين؟ طيب تعال نشتغل. بس اعتقد انت اكثر شيء تفضلين المسلسلات على الافلام اكثر شيء. لا شوف انا شوف يعني انا لما اشتغلت فيلمين شفت ان نجحوا يا فاطمه. ها نجحوا الفيلمين. حسيتي بفاطمه في الفيلمين؟ لا في السينما؟ لا 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 اصلا لا لان من عقبها شوي لما قال الدكتور حبيبه قال اختاري الحين بعد هالفيلمين لازم انا اختار. ما يصير اشتغل اي شيء. ما يصير اشتغل اي شيء يعني. اوكي المسلسلات ما في ناس ما في ما في ما في يعني دور. ما فيش ادوار قويه لان هذا فيلم. هذا فيلم وفيلم وانا حاطه بالي اذا ما اخذ دور مركب في حدث ما اشتغل. ما تشتغل. بس شو اقرب الشخصيات لك انت اللي قدمتيها من ناحيه مثلا الام المراهقه الشريره؟ انا شوف انا خذيت كل الادوار. أيه يعني من 94 بطوله مع عبد الحسين خذيت كل الادوار. في الهدامة دور الأم، في مرمر زماني دور المراهقة اللي في الجامعة اللي تحب بعدين ولد عمها ومغازل. أنا مرت علي كل الأدوار. بس دور أكثر الجدة. أدوار أنت تحسي بفاطمة فيها. أنا أحب الهدوء. أنا شوفي قبل أنا تعودوا علي. أنا موضوع الهدوء بتاعك ده. أنا بس أنا بتقولي أنا ما خرجتش من أنا بقول لك أنا بقنعت ليش؟ أنا بقنعت. اقنعيني. لأن في البداية أول ما بديت كله يعطوني دور الشر. بس ما شاء الله عليك يعني في الشر يعني تقنعينه. مش شر كثر ما هي ما تكون يعني مسيطرة متسلطة المرة المتسلطة بس الجمهور ما يعرف هالشيء. الحقيقي انتي اطيب من الطيبة. خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نلعب اخر لعبة. صراحة طيبة يا جماعة الخير.
رجعنا لكم مشاهدينا. طبعا كما ما قلت لكم الاوقات الحلوه دائما تمر بسرعه. فاطمه انت صراحه وايد 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 ونستينا وما نبغى هاي الحلقه تخلص خلاص. ولكن احنا ما نبغى الحلقه بعد تخلص بدون ما نعطيك الطبقه اللي انت تحبينها وايد اللي الهريس. ايش حركم نحب الهريس؟ احنا عملنا تحدياتنا. لازم الهريس. بصي الطبق ده احنا هنقدمه لك زي ما هو لو انت جاوبتي على اسئلتنا بما يرضي الله. لكن لو ما جاوبتيش على اسئلتنا احنا هنضيف لك حاجات على الطبق اللي انت بتحبيه وهتاكليه برضو. موافقه؟ يلا اوكي موافقه. اول يعني اول حاجه الاول ايه هنحط لك حبه هريس كده مجامله مننا. مجامله من تستاهلي اصلا انت يعني الحلو يحب الحلو حبيبتي. انا طبعا يعني عمري بس هو مو حلو هو مالح. هو يعني الاكله دي بالنسبه لي انا عمري ما هحط لك حبه صغيره. اي بس انت لو قلتي لي انا بجيب لك هريس بعد مره ثانيه. انا انا هي انت حاولي تشرح لي الهريس. الهريس انا بالنسبه لي زي تقريبا في مصر العاشوره. قمح قمح. العاشوره تعمل من القمح. بس انتوا ايه الحين؟ انا كليت. سالتي ما سالتي ما بزق. لا يا حبيبتي استني بس. جاهزه جاهزه. بصي بقى انا عارفه كويس جدا ان من ارائك الشديده واللي انت مؤمنة بيها تماماً إن موضوع الإنفلونسرز وموضوع البلوجرز ده شيء جميل جداً على السوشيال ميديا. ربنا يكرمهم ويشتغلوا دي شغلتهم. لكن صح. المجاملات اللي أنا ممكن أجيب حد من الإنفلونسر أو بلوجر وديله دور كبير أو أشغله في مكان هو لا يصلح فيه بقت بزيادة. هل ما زلتي مع الاتهام ده؟ وهل أنت لسه شايفة إن هم واخدين حاجة أكتر من حقهم؟ طبعاً أنا ضد مش معه ضد. لما يكون متى لما يكون انت تجيب غض النظر عن فاطمه الحسيني يعني نووي انت تجيب مثلا الفنانه هدى حسين او الفنانه ام طلال سعاد عبد الله وتجيب واحده من البلوجر او الفاشينيستا تقول له تعالي انت اخذي بطوله. مش يمكن تكون موهوبه يا فاطمه؟ اذا كانت موهوبه. اذا كانت موهوبه. بس اذا كانت ما تعرف موهوبه في شنو؟ اذا هي ما تعرف تتكلم او توقف عند الكاميرا مو احنا مروا علينا. احنا شفناهم. احنا ما عندنا مشكله. بس قصدي ان مثلا الحين فاطمه الحسني دور رئيسي. اوكي. بس انت لا تجيب لها وحده بلوجر او فاشينيستا تطلع على حساب فاطمه الحسني. طيب معلش انتوا سووا عمل. انا في رايي الشخصي سووا عمل خاص في البلوجر والفاشينيستات وخلوهم. طيب انت كمنتج ليش تجيب نجوم او ممثلين؟ علشان يرفعوا لك العمل. ايوه. طيب انت تقدر تسوي يعني سوري انا الحين اقدر انت هل انت تقدر تجيب مذيعين من قناه مثلا فلانيه ولا فلانيه وتقول لهم تعالوا سووا عمل زين تعالوا مثلوا هذين المذيعين؟ طيب انت ليش تحط معاهم ممثلين؟ نبتعد شويه عن البلوجر ولا هل ممكن يعني هل ممكن يكون صاحب يعني حصلت معاكي في اعمال قبل كده؟ حصلت معاي والاعمال فشلت يعني. انت يعني ما عندك مشكله اذا هذه فاشينيستا اعطوها دور صغير كبدايه؟ ما عندي مشكله كفرصه. لكن ما تاخدش بطوله وتبقى على انت على انت على انت تطلعها مثلا ها فوق راسي. طيب اذا انت تبي تطلعها ليش انت خليتها تشارك او ليش اعطيتها ما بنقول مثلا بطوله بنقول دور رئيسي؟ بس عندك القدره انك تقولي لي اسم العمل؟ لا ما اقدر. انا انت اول مره تشوفيني وانا اول مره اسالك السؤال. معلش بعد بصيلي اسمي. خلاص خلينا يعني اديني حاجه. لا والله جد بقول لك شيء في اشياء ما تقدرين تقولي لها. اصل انا هضطر ان انا احط لك على لازم احط لك. لا بس انا جاوبت. لا لا ما في اسئله هو سؤال واحد. طيب اوكي هاتي طبق. هتقولي اسم العمل؟ هتقولي اسم العمل ولا احط لك ملح؟ لا اول حرف مش بلوجر. مش بلوجر بس اسم العمل اللي ما نجحش بسبب حد فيه. شوفي اهو سهلت لك جدا والله. حطي بس ما اقول. حطي بس ما اقول. ما اقول ما يبل للدرجه. كلي كلي كل انت ارتضيتي. كلي يرتفع ضغطي. الله يسامحكم على التلفزيون كفره. كلي بسم الله بسم الله. ماي بلاي ماي بلاي. اعطوها ماي بس خلاص. طب خلاص بتخافي من ايه؟ بجد لو انا جيت سالت فاطمه وقلت لها فاطمه اكتر حاجه بترعبك الزمن الفقر الوحده؟
شوفي الوحدة صعبة، بس اللي تعود تعود. يعني أنا أخاف من الظلم، أنا ما أحب أظلم. الظلم؟ الظلم ما أحب أظلم. أنا إنسانة حقانية. يعني أنت انظلمتي أكثر من مرة ولا هي؟ لا لا لا، أنا ما أحب أظلم. الظلم شوف ما في إنسان ما انظلم. أكيد. بس أنت ما تحبيش تظلم. أنا ما أحب أظلم، ما في إنسان على وجه الأرض ما انظلم. أكيد. إذا ما كان من أم، من أب، من زميل، من جار، من صديق، من حبيب، من زوج، لازم. بس واحد ينظلم عشان يتعلم ويكون أبوه. عشان يتعلم. بس أنا بشكل عام ما أحب الظلم. يعني ليش الظلم؟ ليش؟ يعني إزاي جمال ده يظلم؟ بجد نورتينا وشرفتينا يا حبيبي، ولقائك ممتع وصريح. يعني أنا بحس أن أنت جاية قاعدة بتتكلمي مع أصحابك، وده شرف لينا. أكيد. وحبينا كيف تفاعلتي معانا مع الألعاب. أنت شكلك تحبين الألعاب وايد. طبعا إحنا مش ناسيين أصدقائنا اللي بتفرجوا علينا فوق رأسنا، واللغز موجود دلوقتي، واللغز ده من تونس، وبيقول ايه بقى؟ اللغز موجود هني بس ما بنقول الحين. مالها تقول؟ هي تقول بنعرف. ايه بس انت شوفي اللغز عاد. لا تفضلي. والله لا، والله العظيم لا تقري. هذا حرف الواو ولا الدال؟ حرف الواو. حرف الراء والواو. زين انا مش هفتي في الموضوع ده، انه باللهجه تونسية. شاروقة. أيوة. في رقوبة. أيها. تسمع بها ما تراها. وديها تاني كده باللهجة التونسية. ربعي ربعي اللي في التيك توك. عندي وحدة تونسية. شاروقة. شاروقة. في رقوبة. في رقوبة. أيوة. تسمع بها لا تراها. ما تراها. تسمع بها ما تراها. ما تراها. شنو هاي؟ شو هاي؟ عندك الجواب ولا لا؟ وين الجواب؟ خلينا طب إيراننا آخر مرة قرينا الجوائز. معاكو ربنا بقى. الجوائز مهمة برضو. اللغز هو شاروقة في رقوبة تسمع بها ما تراها. أيه؟ طبعا جائزة هذا اللغز هي هاتف اونر 70 المقدمه من اونر. كل ما عليكم تسوون، اذا حصلتوا جواب جاوبوا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تابعه للظفره. هذا التلفون موجود عندي، انت ما عندك؟ ما عندي. ما اعطوك؟ ما اعطون. طب احنا هنقفل دلوقتي عشان احنا محتاجين نتكلم في الموضوع ده. فاطمه نورتينا وشرفتينا. كل سنه وانت طيبه. انا احب اشكركم واشكر عفوا كل اسره قناه الظفره بدون استثناء، ما وراء الكواليس، ويعطيكم العافيه. هم بعد يتعبون، والله يعينكم ان شاء الله من الحين لنهايه شهر رمضان. اقول مبارك عليكم الشهر، وانتم بعد لكم فضل كبير وحب كبير لكم. حبيبتي متابعين. حبيبتي نورتينا. نشكرك انت، وان شاء الله ما نشوفك اخر مره. ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا احنا كمان بنحبكم، ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده على الهواء ولمتنا الليله. جمعتنا الليله. جمعتنا الليله. جمعتنا الليله. جبتها بالمصري. جمعتنا الليله.